اهلا بيكم. حدث سماوي كبير هيحصل خلال الايام اللي جاية ولحد شهر سبتمبر القادم. ده ممكن يحصل بكرة لو في وقت سمعك للفيديو دلوقتي، لان محدش حرفيا عارف امتى هيحصل الحدث ده. حدث فلكي مهم، اهم من الكسوف الشمسي اللي هيحصل في ابريل اللي جاي، واهم كمان من ظهور المذنب الاخضر اللي هيظهر برضو في نفس الشهر ابريل 2024. نجم جديد هيظهر في سماء الليل وهتقدر تشوفه بالعين المجردة. هو مش نجم جديد الصراحة، انما انفجار نجمي اطلق عليه العلماء لفظ نوفا. انفجار هيسطع ويشع اضاءة في السماء قد لمعان النجم القطب الشمالي بولاريس او الجدي. تعالوا نشوف قصة الانفجار النجم العجيب ده اللي هيحصل الايام اللي جاية وحنشوفه بعيوننا، وايه الاسباب اللي خلت النجم ده ينفجر، وليه مش هنقدر نشوف الانفجار ده تاني الا بعد 80 سنة زي ما بيقول الفلكيين. وهل النجم ده هو النجم الطارق او نجم نابض؟ هل فعلا ليه تأثير على كوكبنا الأرض؟ وتعالى أقولك برضو إزاي تطلع بالليل وترصده بعيونك وباستخدام تطبيقات رصد السماء اللي اتكلمنا عليها هنا في القناة قبل كده. وقبل ما نبدأ بقى، مشروبك المفضل واللايك الجميل. حضرتك بتشوف دلوقتي قناة انفوسفير غلاف معلوماتي، قناة مهتمة بأخبار الفلك والفيزياء الفلكية. لو كنت مش مشترك اشترك وفعل الجرس وتابع معانا أول بأول. دي فرصة مش هتتكرر عزيز المتابع إلا مرة واحدة في العمر، فياريت كده بقى تصحصح معايا كده علشان تعرف إيه الخبر وإزاي تقدر تشوفه بعينك وما تفوتش الفرصة عليك. هيحصل انفجار نوفا قريب، أو ممكن يكون دلوقتي أنت وبتشوف الفيديو. استنى، رايح فين يا غالي؟ استنى نعرف بس القصة كده باختصار، وبعد كده ممكن تروح براحتك وتشوف النجم ده. تابع معانا المنتدى كمان الخاص بالقناة، هننزل خبر بمجرد ظهور النجم ده. انفجار خاص بالنظام النجمي تي كورونا بورياليس. آخر مرة حصل الانفجار كان سنة 1946، ومش هيتكرر تاني الانفجار ده إلا بعد 80 سنة. ربنا يدينا ويديكم طول العمر. العرض اللي هيقدمه نجمنا اللي هيحصل عليه الانفجار هيعمل سطوع أكبر من لمعان نجم الشمال بولاريس اللي اتكلمنا عليه من أسبوع. برادلي شيفر عالم الفيزياء الفلكية في جامعة لويزيانا بأمريكا بيقول هتكون كارثة قادمة ممتعة ومثيرة. معرفش ازاي كارثة ومثيرة وممتعة، لكن هنعرف ده بعد شوية ان شاء الله. لما تبص للسماء بالليل في مكان ضلمة هتلاقي منظر هائل من النجوم اللي عبارة عن نقاط بيضاء مشعة كده مالية السجادة السماوية الداكنة. زمان كان الناس فاكرين النجوم حاجة وشمسنا حاجة تانية، إلا قلة قليلة من فلاسفة اليونان زي ديموقريطس وبعض علماء الحضارة الإسلامية زي فخر الدين الرازي، لغاية ما جت سنة 1920 لما اقترح السير آرثر إيدينغتون وقال إن النجوم عبارة عن مفاعلات نووية بتحول الهيدروجين لهيليوم وبتشع طاقة كبيرة جدا وبتنور وتبعت حرارة. وكانت أعمال العظيم فريد هويل على الرغم من اختلافنا الفكري معاه، لكن كانت أعماله عظيمة جدا في فهم ايه هي النجوم، ايه هي الأفران الكونية العظيمة دي وبتشتغل ازاي. المهم علشان ما طولش عليك، عرفنا حاجات كتير عن النجوم خلال السنين اللي فاتت، عرفنا انها مش واحدة وانها انواع كتيرة. لو حابين ان احنا نعمل حلقة مخصصة عن النجوم وانواعها وتاريخ اكتشافها اكتبوا لنا تحت في التعليقات. وبرغم ان في انواع كتيره من النجوم الا ان في عوامل مشتركه ما بينها في دوره حياتها. فالنجوم بتتولد في سحابه سديميه بيسميها العلماء نيبولا، وده لما تتكربس وتتجمع كده سحب الغاز والغبار بفعل الجاذبيه حوالين بعضها وتشكل مناطق ضغطها عالي جدا ويبدا يتشكل فيها نجم اولي بنسميه بروستار. بيبدا النجم ده تفاعلات نوويه وبيحول الهيدروجين لهيليوم وبيطلع طاقه واشعاع عالي، وبيتسمى النجم في المرحله دي بالنجم المتسلسل الرئيسي مين سيكونس ستار. ويفضل النجم ده عايش مده 10 مليار سنه تقريبا. طبعا في استثناءات في الموضوع ده مش هنقدر نقولها علشان الحلقة ما تطولش. النجوم في مرحلة معينة بتتحول في نهاية حياتها لعملاق أحمر وبتفقد كتير من المواد وبتتحول لمرحلة الموت وتبقى أقزام بيضاء، ودي نجوم كتلتها قد كتلة الشمس بحد أقصى 8 كتل شمسية. أما النجوم الأكبر من كده فبتتحول يا إما لنجم نيوتروني أو ثقب أسود. في النظام النجمي الثنائي بطل حلقتنا النهارده بيدور نجم عملاق احمر ونجم تاني قزم ابيض حوالين بعضهم. لما بيقرب نجم قزم ابيض كتلته قد كتله الشمس تقريبا، لما بيقرب من نجم احمر عملاق في نهايه حياته انتفخ واصبح في حجم الشمس حوالي تقريبا 74 مره. في الوقت اللي بيمزق فيه النجم العملاق الاحمر النجوم الصغيره القريبه من حواليه، النجم القزم الابيض المرافق ليه بيتغذى ويجمع المواد والشظايا من النجوم اللي تم تدميرها بفعل العملاق الاحمر. وزي ما حضرتك شايف في المحاكاه دي، العملاق الاحمر
عبارة عن كرة كبيرة من اللون الأحمر والبرتقالي والأبيض، وحواليه سحابة كبيرة، وفي وسط السحابة دي حاجة عجيبة، نجم قزم أبيض صغير وهج باللونين الأبيض والأصفر، وهو المسؤول عن قرص التراكم ده حوالين العملاق الأحمر. حصلت حاجة مثيرة جدا للاهتمام، هينفجر النجم القزم الأبيض بانفجار نوفا ساطع جدا، لكن مش هيدمر النجم ولا نظام النجم الثنائي ده. انفجار يا جماعة الخير بيتكرر كل مدة معينة، فلاش أبيض كده بيظهر في المنطقة من شدة الانفجار. انفجار بيطلق في الفضاء طاقة أكبر 100,000 مرة من طاقة الشمس في السنة. أهو الانفجار أو الفلاش ده هو اللي هنشوفه خلال الأيام اللي جاية ولحد شهر سبتمبر إن شاء الله. طبعا هيستمر أسبوع بس قبل ما يخفت كده ويعمل فلاش تاني، بس إمتى؟ بعد 80 سنة من النهاردة. انفجار نوفا متكرر بيحصل كل 80 سنة، مفيش زيه في مجرتنا ضرب التبانة إلا 5 بس. انفجار كأنه قنابل نووية هيدروجينية. النجمين في النظام ده قريبين جدا من بعض، ولما يكون العملاق الأحمر ده غير مستقر بسبب ارتفاع درجة حرارته وزيادة الضغط جواه، بيبدأ العملاق الأحمر ده بإخراج طبقاته الخارجية كده للفضاء القريب. مين قريب منه بقى؟ صاحبه النجم القزم الأبيض اللي بيدور حواليه. هو نجم قزم أبيض بس كبار، شره وناهم جدا، بيحب ياكل كل المواد اللي بتتجمع حواليه، مش زي الثقب الاسود علشان ما يبقاش التشبيه مخل. المهم المواد دي بتتجمع على سطح القزم الابيض، فبيسخن الغلاف الجوي بتاعه، وللاسف بقى الغلاف الجوي بتاعه رهيف ومش عميق. بيسخن الغلاف الجوي ده بدرجه كبيره لدرجه انه بيحصل عليه تفاعل نووي حراري جامح ورهيب، وده اللي بيخليه يعمل انفجار نوفا ساطع جدا نقدر نشوفه هنا على الارض، على الرغم من ان النجم ده بيبعد عننا تقريبا 3000 سنه ضوئيه. تخيل الانفجار اللي احنا هنشوفه الايام اللي جايه حصل من 3000 سنه فاتت، قعد يسافر في الفضاء الاف السنين، يعني حصل من ايام الفراعنه وسافر لغايه ما يوصل لنا هنا على الارض في سنه 2024 علشان نشوف. انا عارف انك انت هتسالني سؤال مهم، يلا يا عم علشان تعرف ان انا حاسس بيك كده وبالاسئله الجميله بتاعتك. ازاي انفجار نوفا ده بيحصل ويتكرر كل 80 سنه؟ اللي نعرفه ان انفجارات نوفا في السماء مدمره وهائله، وبعد الانفجار بتبقى كارثه وفوضى في المنطقه. هقول لك عزيزي المتابع الشغوف بالعلم المحب للمعرفه ان انفجار نوفا بيختلف عن انفجار السوبر نوفا. انفجار نوفا بيحصل في نظام ثنائي من النجوم لما بيدور نجم قزم ابيض حوالين نجم تاني. النجم القزم الابيض شديد الكثافه وكتلته كبيره، وبالتالي بيسحب المواد وبالاخص الهيدروجين من الرفيق بتاعه، ومع تراكم الماده دي على سطحه بيسخن وبيشتعل في النهايه انفجار نووي حراري بفضل اندماج ذرات الهيدروجين. والانفجار ده بيؤدي الى سطوع عالي للقزم الابيض لكنه مش بيدمره، وبتتكرر العمليه دي كل ما يراكم القزم الابيض الماده على سطحه. اما انفجار السوبر نوفا فهو حدث كارثي مدمر بامتياز، بيهز السماء وارجاء الكون، وسطوعه اعلى من سطوع المجرات المضيفه ليه، مفيش مقارنه بين الاثنين في القوه. انفجار النوفا اللي هيحصل في اي وقت انفجار ضخم وقوي، لكن احنا هنا على الارض في امان من الانفجار ده لانه بعيد جدا عننا. ويليام كوك رئيس مكتب بيئات النيازك في وكاله ناسا كان بيحكي في مقابلة تلفزيونية عن قصة جميلة حبيت أشاركها معاكم. قال كوك إنه لما كان طالب في الثانوية العامة في 29 أغسطس في سنة 1975، لما خرج كوك بالليل وبص في السماء ناحية كوكبة الدجاجة سيجنوس، ولقى إن في حاجة غريبة في النجوم هناك مش مألوفة بالنسبة له. أصله كان بيحب يرصد السماء بعينه كل ليلة، فحافظ أماكن النجوم. لقي نجم جديد في المنطقة المفروض ما يكونش موجود. صحابه قعدوا يتريقوا عليه لغاية ما أقنعهم بكلامه، وتبين بعد كده ان الناس شافت في وقتها انفجار نوفا اتسمى وقتها بالاسم ده نوفا سيجني. التجربة دي هي اللي خلت كوك يختار علم الفلك كتخصص دقيق ليه بعد كده في المرحلة الجامعية، ويبقى واحد من اشهر علماء الفلك في القرن ال21 دلوقتي. انت بقى لو شاب صغير لسه ما تخصصتش ممكن تعمل كده، ارصد النجم الجديد خلال الايام اللي جاية وارض شغفك بحب السماء، ومين عالم يمكن يلهم رصد النوفا الجديد طلابنا في العالم العربي والاسلامي ويبقوا حاجه عظيمه فعلا تفيد بلدانهم واوطانهم. المهم كوك بيقول ان الانفجارات النوفا ديت اللي احنا بنشوفها زي الانفجار اللي هنشوفه ان شاء الله خلال الايام اللي جايه بتحصل بشكل غير متوقع وبدون سابق انذار. وبالرغم من كده فانفجار النوفا بالنظام النجمي تي كورونا بورياليس هو واحد ما بين 5 إلى 10 انفجارات نوفا متكرره بتحصل في مجرتنا درب التبانه، واحنا عرفنا من الانفجار اللي فات اللي حصل من 80 سنه
تحديدا سنة 1946، ان النجم ده قبل الانفجار بسنة بيخفت وبيقل سطوعه، وبعدين بيبدأ فجأة السطوع في الزيادة لغاية ما يوصل لمرحلة الانفجار والسطوع العالي. النجم تي كورونا بورياليس بدأ مرحلة الخفوت في مارس السنة اللي فاتت 2023، وبالتالي طبقا للدراسات السابقة فالمفروض يبدأ سطوع الانفجار الأيام دي. طبعا نسبة عدم اليقين الخاصة بميعاد الانفجار هي كام شهر، علشان كده ناسا قالت في بيانها انه من النهاردة ولحد شهر سبتمبر نتوقع حدوث الانفجار في اي لحظة. كوك قال ان دراسة المستعرات النوفا المتكررة دي زي نوفا تي كورونا بورياليس بيساعد العلماء في فهم كيفية انتقال الكتل والمواد بين النجوم، وبتعرفنا كمان بتفاصيل حدوث الانفجارات النووية الحرارية اللي بتحصل على أسطح النجوم القزمة البيضاء اللي هتكون الشمس في المستقبل وفي نهاية حياتها نجم قزم أبيض زي نجم بورياليس. طبعا هذا النجم بورياليس مش نجم نابض ولا نجم طارق علشان نكون واضحين، فبالتالي الظهور الجديد لنجم جديد مش هو النجم الطارق اللي كتير من الإخوة بيسألوني عليه في التعليقات. بمجرد ان النجم يزيد سطوعه في الانفجار هنقدر نشوفه بعيوننا تقريبا 5 ايام و10 ايام تانية بالنسبة لأي تلسكوب صغير قبل ما يختفي، والمدة 80 سنة تانية قبل ما يظهر من جديد ان شاء الله. طبعا النجوم الثنائية ديت البعيدة عندنا سطوعها 10 او موجب 10، وبكده هي خافتة جدا ما نقدرش نشوفها بالعين المجردة، لكن الانفجار ده هيكون بدرجة لمعان موجب 2 زي تقريبا سطوع نجم القطب الشمالي بولاريس او الجدي، وبكده هنقدر نشوف النجم الجديد بالعين المجردة. لو استخدمت تطبيقات رصد السمع زي ستيلاريوم مثلا هتكتب في البحث اسم الكوكبة كورونا بورياليس، هتلاقيها زي القوس الصغير. طبعا هتلاقي القوس ده مفتوح على شمالك، انت هتلاقي الكوكبة دي بعد غروب الشمس على طول ناحية الشمال الشرقي. المهم لو بصيت ناحية الشمال الشرقي بعد غروب الشمس واختفاء الوهج الشمسي هتلاقي الكوكبة كورونا بورياليس بين كوكبة بوتس وكوكبة هرقل. لو ما عرفتش الكوكبات دي دور على النجوم السطعة زي نجم فيجا ونجم اكتورس، هتلاقي كوكبة هرقل ما بينهم، وفي وسطها قوس النجوم اللي اتكلمنا عليه مفتوح على شمالك، وفي وسطه هيكون موضع ظهور النجم الجديد او انفجار النوفا. في وسط القوس ده هيظهر النجم الجديد في اي وقت ولحد شهر سبتمبر، وهيستمر الظهور ده كام يوم ان شاء الله. لو ظهر وحابب تشوفه فتابع معايا المنتدى الخاص بالقناة، ان شاء الله هنشر على طول بمجرد ظهور النوفا. الجميل في الموضوع انك هتقدر تتابع الموضوع ده من الغسق والعشاء لحد الفجر، لان هيكون موجود في السماء طول الفترة دي. الوحش في الموضوع بقى انه لو ظهر اليومين دول القمر لسه ساطع وضوءه بيحجب عننا الاضواء الخافتة التانية، مش هنستبق الاحداث، يمكن يظهر النجم لما يكون القمر في مرحلة المحاق، قولوا امين. كمان علشان منساش، لو استخدمت تطبيقات خرائط السماء وانت بقى في الصحراء بترصد بعينك، ياريت بقى تريح عينك مدة 30 دقيقة بعد ما تبص في الموبايل وتخليها تتعود كده على الضلمة علشان تقدر تشوفه برؤية اوضح. ومن عالم يمكن انت وبتدور على النجم الجديد يخبط في طريقك المذنب الاخضر اللي اسمه هيظهر قدامك دلوقتي، واللي هيكون ساطع جدا خلال الشهر اللي جاي ابريل 2024. لو حابين نعمل حلقة عليه اكتبوا لنا برضو في التعليقات، ولو عجبتكم الحلقة ياريت بقى ما تنسوش بقى بدعمنا باللايك الجميل، واكتبوا لنا في التعليقات اللي عجبكم في الحلقة، واللي مش مشترك في القناة ياريت بقى يشترك ويساهم بدعمنا بالاشتراك، واللي حابب يدعم فريق القناة زرار القلب موجود تحت، انزل تحت ودوس على زرار القلب واكيد هنقول لك شكرا. وعلى لقاء جديد ان شاء الله في انفو سفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهم سليم، سلام عليكم.